طيب خليني برضو سيادة العميد، أنا هرجع لك مرة تانية وأفضل موجود معانا علشان تتابع برضو تقرير ونزلنا اتكلمنا مع المواطنين، مش بس هل المية واصلة لهم ولا لا، لكن موضوع انقطاع المية ايه أسباب الانقطاع والناس شايفة الكلام ده ازاي، وارجع لسيادة العميد بالتأكيد أسمع تعليق. اتفضلوا. في ماسورة بتضرب، كانت الأول بتيجي مثلا نص ساعة ساعة، لا ده ممكن يسيبها يومين، مفيش اي حد بيسال فينا خالص. انقطاع المياه بيقطع مفاجئ، وده اللي احنا بنعاني منه، فالمفروض يبقى في علم مسبق قبل الانقطاع عشان نبقى عاملين حسابنا في مياه. الموضوع مقلف، مقرف جدا بجد، يعني انت تصحى الصبح رايح مثلا شغلك او مثلا الجامعه او اي حاجه، تلاقي النور يعني المياه مقطوعه خالص ومفيش اي حاجه، فاهم؟ فموضوع صعب يعني. المياه بقى لها يعني فتره كبيره بتتقطع، وانت الواحد مش عارف اسبابها ايه، و يعني بتقطع من حوالي 12 ساعه في اليوم. بصراحة أنا بعبي جراكن بجيبهم معايا وأنا جاي من مصر الجديدة عشان أتلاشى موضوع انقطاع المياه ده. أنا ساكن في الدور الثالث والمياه باستمرار أساسا بتنقطع. والله إحنا الموضوع تقريبا بدأ معانا من شهر كده وحاجة، إن المياه بدأت مثلا تقطع، بيقولوا هتقطع الثلاث وكده، تلاقي كمان تقطع في أكتر من يوم، يعني مثلا تقطع الجمعة وتقطع فترات زمنية طويلة جدا، يعني مثلا بتعدي 12 ساعة في أوقات. فطبعا مشكلة لينا كمان، يعني انت عارف قطاع المياه وكده، بالذات احنا طلبه وكده، فالموضوع صعب بالنسبه لنا جدا. يعني المشكله باساسها كسر مواسير المياه، تكسير مواسير المياه مش انقطاع، بيؤدي لانقطاع المياه. يعني كل يوم لازم تلاقي ماسوره مياه ضربه في حته، هتعمل ايه؟ هتقطع المياه عشان تتصلح قدامها اسبوع، وتصلحت بوظت الشارع، هي دي المشكله. تمام سياده العميد، ايه اسباب انقطاع المياه يا فندم؟ هو طبعا انا يعني على سهوة كده حضرتك كنت بتكلميني، احنا بعتين النهاردة بيان من الشركة القابضة عن قطع المية عن منطقة القناطر يوم الاثنين يوم 6/4 من الساعة 3 الفجر لغاية تاني يوم الثلاثة الصبحية. دوت احنا بنودي الاعلانات دي يا فندم لحضراتكم، وحضراتكم بتزعوها وهي على الشاشة. حضرتك يعني انا بزعها وببعتها للصحافة وببعتها للتلفزيون، وحضراتكم يعني مشكورين. طب بس ايه اللي بيخليكم اصلا من الاساس تلجأوا لقطع المية؟ تمام يا فندم، في اوقات في خطه اسمها خطه غسيل شبكات، عشان ما يجيش حد يقول انا الميه بتجيلي فيها عكاره زياده. ففي خطه كل 15 يوم لازم اغسل شبكاتي، فبنعلن عنها في الجوامع وبنعلن عنها في الاماكن كلها، وبنعلن عنها في الاذاعه وفي التلفزيون، وفي اذا كانت في قريه او حاجه عن طريق الوحده المحليه. في اوقات نتيجه خطه الاحلال والتجديد، وحضرتك انت عارفه حضرتك حصل تباطؤ او توقف لبعض خطط الاحلال والتجديد بعد الثوره على طول. حصل ان احنا كنا بناخد مليار جنيه، بقينا بناخد 600 مليون جنيه، ده بيقلل من خطط الإحلال والتجديد اللي أنا مفروض أشتغل عليها. فحصل في بعض الأوقات بعض كسور احنا بنصلحها. حكايه ان الماسوره تتكسر وتقعد شهر من غير او اسبوع، لا يمكن يا فندم، لان احنا عندنا من خلال الخط الساخن متابعه يوميه عن الخطوط اللي اتكسرت وقطرها قد ايه، وخدت ليه معدل في الإصلاح أكتر من المحطوط لها. يعني لو 100 ملي مثلا بتتصلح في 4 ساعات، لو واحدة خدت 5 ساعات أو 6 ساعات، ليه خدت 5 ساعات و6 ساعات؟ وبنعرف الأسباب.